السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حر الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدمكم آخر تحديثات النماذج العالمية ابتداء من يوم السبت والأيام القادمة بإذن الله، فلا تنسوا دعمنا بلايك. وبالنسبة ليوم غد أجواء غائمة على جنوب الشرق المملكة مع احتمال بعض القطرات الضعيفة على الزقورة، تبقى ضعيفة ومتفرقة، وعلى الرشيدية وتوم في بعض التساقطات الثلجية، ولكن تبقى ضعيفة مع أجواء غائمة. بالنسبة للفترة المسائية أجواء كذلك صافية إلى قلة سحب في معظم مناطق المملكة، وكذلك سيطرة الضغط الجوي المرتفع مع احتمال بعض القطرات المطرية على بركان ووجدة، تبقى ضعيفة ومتفرقة وأجواء غائمة على السواحل الغربية للمملكة، احتمال أن تكون أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، وسيطرة الضغط الجوي المرتفع مع احتمال أن تكون أجواء غائمة على بإذن الله على الشمال الغربي للمملكة مع احتمال بعض القطرات الضعيفة والمتفرقة. كذلك أجواء ستبقى غائمة فوق مرتفعات الريف وكذلك أقصى شمال المملكة. بالنسبة لي كذلك اليوم الثلاثاء أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، وسيطرة الضغط الجوي المرتفع تبلغ قيمته 1034 هكتو باسكال، فيؤدي إلى استقرار الأجواء في معظم مناطق المملكة وذلك على شمال إفريقيا. وأما المناطق المعنية كذلك بالأمطار الخير في الأيام القادمة ستكون بعض التساقطات لكن تبقى ضعيفة ومتفرقة. بالنسبة ليوم الخميس والجمعة أجواء مستقرة بإذن الله، وكذلك بالنسبة ليوم السبت أجواء كذلك مستقرة في معظم مناطق المملكة، وسيطرة الضغط الجوي المرتفع على الأجواء كما تشاهدون إخواني الأعزاء، الله يرحم فينا.